السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة القسم 4-2 قوة الدفع المائع ومبدأ أرخميدس، عاشر متقدم منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2015-2016. المسألة رقم 2، كالعادة بنقرأ المسألة، بنحدد المعطيات والمطالب بالرموز المناسبة، نرسم رسم توضيحي، من حدد المسألة من أي وحدة دراسية. تعدل غواصة من موقعها بحيث تتسارع من السكون، معنى ذلك سرعتها الابتدائية 0، إلى أعلى بعجلة مقدارها، العجلة رمزة A small، وهي المقدار العجلة مقدرة بالمتر لكل ثانية تربيع وحدة دولية. ما متوسط كثافتها عند هذه اللحظة؟ ملاحظة، يعني بدوره نوت، اللي هي كثافة الغواصة، علما بأن كثافة الماء المالح رو اف تساوي هذه القيمة مقدرة بالكيلو جرام لكل متر مكعب، إذن أيضا وحدة دولية. لاحظ رسمت غواصة واستخدمت هذه المعادلة رو تساوي ام على في، منها هستخدم حسب الكتلة بمعرفتي للكثافة وللحجم. نرسم القوى المؤثرة على الغواصة اللي هي وزن FG للأسفل وقوة دفع الماء عليها إلى الأعلى. منطبق قانون نيوتن الثاني، محصلة القوى على المحور واي تساوي الكتلة في العجلة على المحور واي. القوى على المحور واي هي عبارة عن FB ناقص FG. FB أخذت الإشارة الموجبة لأنها في اتجاه محور واي الموجب، وFG أخذت الإشارة السالبة لأنها في اتجاه محور واي السالب. العجلة تسارع للأعلى، يعني اتجاهها موجب للأعلى. بنستبدل FB بما تساويه اللي هي رو F في VF في G ناقص M نوت في G وتساوي M نوت في A. M نوت هي عبارة عن كتلة الغواصة، وبي اف عبارة عن حجم السائل المزاح او حجم الغواصة ككل. بي اف استبدلناه بفي نوت اللي هو حجم الغواصة، وام نوت استبدلناها برو في في، من هذه المعادلة اخذناها. ايضا ام نوت استبدلناها بهذه، ونلاحظ ان عامل مشترك اللي هو الحجم نتخلص منه، تصير المعادلة بهذا الشكل. كل هذا الترتيب لتسهيل الحل وتبسيط المعادلات. ما المجهول؟ المجهول رو نوت، فمنجمع رو نوت على يمين المعادلة. رو نوت هون كانت سالب رو نوت جي، اجت لهنا اخذت موجب رو نوت جي. العامل المشترك بين الحدين اللي على يمين المساواة هو رو نوت، طلعه خارج القوس، بظل داخل القوس A زائد G. المطلوب هو رو نوت، فمنقسم الطرفين على A زائد G، بصير رو نوت وتساوي رو F في G على A زائد G، ومنعوض فيها ونحسب تطلع كثافة الغواصة بهذا الشكل. في أمان الله، ولا تنسى من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن طلب العلا سهر الليالي. ولا تنسونا من الدعاء، من كومنت، من لايك، عمل تشجيع عشان استمر.